الاستاذية القديرة ليلى السليمة. كيف تصفين عودة أول شيء الفنانة نبيلة عبيد في المسلسل الأولى بعد 4 سنوات انقطاع عن المشاركة في المسلسل السعودي مصر المشترك التي أيضا تؤدين دور الدكتورة في هذا المسلسل؟ هو طبعا نشكر سمو الأمير محمد بن سلمان اللي أعطانا هذه الفرصة الجميلة بحيث أنه توسع بالنسبة للنجوم والدراما الخليجية فتكون مو بس في مصر في جميع الشرق الأوسط، فهذه الفرصة نشكرها من القلب بحيث أنه مو بس انه احنا نعرف النجوم مصر، ولكن احنا بنفس الوقت اتاح لنا الفرصة هذه انه يتعرفون على نجوم المملكة العربية السعودية. فبالعكس سعيدين جدا بوجود فنانة جميلة قديرة نبيلة عبيد معانا في هذا العمل جدوى، فنفتخر وان شاء الله منها للأعلى ان شاء الله. هو شوف انا ما تكلمت مع الكاتب خالد الراجح، ولكن كل اللي اقدر اقوله انه انا دوري من الادوار المهمه في المسلسل. ممثل مبدع يستطيع انه يحفل في ذاكات المشاهدين ادوار لا تنسى، يعني هو كيف يستطيع، هل يستطيع انه بحيث انه لبس الشخصيه مثلا، لا شوفوا شخصية العاصف أساسا هي مبدعة، يعني شخصية الأم مكتوبة في إبداع النص ككل، يعني وانتوا عارفين ما يحتاج أقول، ولكن ساعات الدور هو اللي يفرض على الفنان أنه يحبه ويعشقه، وأنا عشقت هذا الدور اللي هو دور الأم في العاصف، وممكن لأنه يرجعني لما بالصغر الجدة الله يرحمها ووالدتي الله يرحمها، فالحنين عرفت، شفت الحنين وشفت الإبداع وشفت الطيبة بهذاك الحقبة من الزمن، يعني بهذيك الفترة، فعشقت النص كله عشقناه وحبيناه، والكل كان مبسوط في هذا العمل والكل أبدع بصراحة. القديرة ليلى السليمة شكرا جزيلا، حياك الله يا هلا والله.